صاحبي. وشو؟ وش رايك؟ خافش عليك صار عليك. وش صاحبي؟ يا بس خفيف صار عليك قدامك وش رايك؟ كيف ها؟ الله السلام اخو. مشي مدغولة؟ هو على بالي صار عليك. ليه ها؟ ليه ها؟ انت وش دير فيها في الخدمة؟ روح تشوف العقلية. خافش عليك على بالي خويا. مؤخرا راك شريت سيارة نوع ستيب واي. نعم شاف شريتها. الدراهم اللي شريت بها السيارة هذه نوع ستيب واي مين جبتهم؟ شاف انا نشريهم كيف طنوبيلات، انا كانت عندي طنوبيل مرة اخرى بعتها وعاودت شريت بالدراهم هذوك زدت عليهم شوية وشريت هذه السيارة. على بالك بلي الدراهم اللي شريت بهم السيارة ستيب واي هذوك راهم مزورين؟ شاف انا خاطيني كيف مزورين، انا بعت طنوبيل نورمال، بعت طنوبيل كيما يبيعوا كامل الناس عاودت شريت بها طنوبيل واحدة اخرى. معليش النهار اللي دخلنا المستودع فتشنا المستودع ولقيناكم انتم لقيناك ثم ولقينا السيارة اللي شريتها نوع ستيب واي، لقيناها ثم نهار اللي فتشنا المستودع، لقينا السيارة نوع ستيب واي. بعد ما فتشنا السيارة لقينا فيها أيضا مبلغ مالي مزور. واش تفسر لنا ذلك؟ أنا خاطيني شوف مشيت تاعي درام صاحبي. مازالك تنكر معليش. بعد ما زدت فتشنا السيارة لقينا رخصة سياقة مزورة فيها الصورة تاعك أنت وهوية تاع شخص آخر. بالإضافة إلى نفس رخصة السياقة هذيك نفسها اللي راك قمت بها بعملية الشراء والبيع. ما عندك واش راح تنكر هنا، هذا دليل علمي، ما عندك واش راح تنكر. رخص السياره مزوره، الدراهم مزورين، غير صارحنا بالحقيقه وقول شكون اللي كان معك. شوف واش نقول لك، راك جاي كيما انا يا صحيح. نحكي لك انا ما نكذبش عليك، انا حبيت ندير راس مال، حبيت ندير راس مال ونخرج، حبيت نحرق ما صدتش عليها وين دخلت في الميدان هذايا و راك تعرف كيما قبضتوني هذه. شكون الشركاء اللي كانوا معك؟ كاش كاين زوج صحابي هادو كل واحد المهمة تاعو واش يدير. واش خو؟ واش؟ انا جبت افير شابة هذه المرة. كاش منها؟ اخر من المرة تاع اللي فاتت. هايدا. راني تفاهمت معاه وكامل. اه؟ في المدية. اها؟ روحوا ليه اليوم واش درنا؟ اليوم عندنا خدمة هنا واش به. الموقوف الثاني صرح بأنه يقوم بشراء سيارات باستعمال مبالغ مزورة. كما يقومون بسرقة سيارات في بعض الأحيان وتزوير الوثائق الإدارية من رخص سياقة وبطاقات تسجيل، إضافة إلى بيع السيارات بهويات مزورة قصد الإفلات من التعرف عليه من طرف المصالح الأمنية. وقتاش نروحوا؟ خلي نفروا هذه. أنت سيدة وحارة وسخون، تفهمت معاه كامل، أنا متفاهمين. أوه. والله. سي بون سي ريغلي. سي ريغلي يا، واش عندك خدمة اليوم؟ راني راك تعرف راني ندك فيها هذه نوجدها. يا خلاص مالا شوف دقنا نوليها نقول له يا ودي خويا طاحوا لي شغالات. ايوا خليها غدوه نطيحوا عليه نرجلوا. هذه خطره افير خشينا على تاع المره اللي فاتت. هذه المره نضربوا ضربتنا. ايه مليحه. يا خلاص سي بون كي العاده. كي العاده هايله. انت كاش ديش ماك داير فيها؟ واش لي كيف؟ واش خو؟ بيان فوالا بان. خاوتي نجيب لكم خدمه جديده دوكا. سما دوكا بدلوا لنا حرفه وخلونا نقوموا لها بشغل. افير شابه تاع المره اللي فاتت. افير شابه كارت كريس في الماركه كاع. صافي يا خو. مليحه. باينه. يا روح ما خافش عليك. خدمتك. يا ريك. خافش عليك. ورخص السياقه كيفاه زورتوها؟ وشكون هو شكون هم الاشخاص اللي تعاونوا معاكم زوروا لكم رخص السياقه؟ ما كاش شاف كاين زوج صحابي هذوك، واحد مختص في تزوير لي بابي وكاين واحد هو اللي زور هو اللي زور رخص السياقه. نعم شاف. والدراهم مزورين كيفاه زورتوهم؟ ماشي ما زورتهم شاف، ماشي احنا نزوروا الدراهم. زوروهم اللي معاك ولا؟ لا لا خاطي كاين واحد نعرفه في مواقع التواصل الاجتماعي يبيعهم تعطيلو 10 ملايين اصليه يعطيك 100 مليون مزور. اما بخصوص العمله المزوره أكد هذا الأخير أنه يقوم بشرائها بمبلغ 10 مليون سنتيم صحيحة لكل 100 مليون مزورة من طرف شخص معتاد على التعامل معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.